حسين، أنا قررت لك سر. تفضلي قولي. جايب لكم الخبر بمليون ليرة. لك أنت شو جابك هلا؟ لك رحت زرت خالي وبعدها رحت وصيت لكم على فطور، قلت ما حلو مشانكم يعني. إيه شو الخبر؟ يا سيدي وأنا عم وصي لكم على فطور وجاي على المكتب لهون، شفت لكم المديرة ومعها شاب عمره 18 سنة. وفوق كل هاد مجنقلته وعم تتغنج عليه وقاعدين بالسيارة. أماني؟ أيوه. المشكلة إنه الشاب عم يتمسخر عليها وبالظاهر الظاهر إنه عم يخورفها. تستاهل تستاهل. أنا عم بقول ليش المديرة العامة بتحس نفسيتها وعم بتحاكي الكل بكل حب. شكلها خرفت، هي شكلها خرفت. بس شو رأيكم بمقلب؟ دقنا داري. شو هو؟ تعالوا لنتفق. الله يسلمني هالإيدين على هالعشاء. طيبين ما؟ ايه طيبين ماشي الحال. هلا هو صحيح يعني كان سريع بس طيب. شكرا لك هنا. الله يسلمك. تأخروا الأولاد وها؟ شباب ليشوا؟ شباب تركوا ينبسطوا. شكتبوا للربيب والله. اتفضل. الله يسلمك اليدين. بدك كاسة شاي ما؟ لك. كيف سكر مني؟ تمام. تعرف أنا هلا على أيامك صرت أحب الشاي بعد الأكل؟ لا الشاي والله ما كنت مرق فيه. ضرورية بعد الأكل. اصلا انا ما احب غير بعد الاكل اللي بتعرفي ان شاء الله صحه والفنا ما بيضحك سنه جوزي الا ليعبي الكرمش اكل طيب ايه بس انه يعني هلا صحيح اليوم لحقنا على اكل الحين صح فكر بكره تعملي لي شغله مشتهيه من زمان من عيوني هاي بدك تعملي لي شيء خرمشي تقبر قلبي والله من غير ما تحكي بحب انا شيء خرمشي حقك لعيونك بدي شيخ المحشي
ايه بدي اياها. ايه عبد الله. ايه. ايه اجب. ها؟ شرف صوته لهون طالع. يا حريشك وين ما رحنا فاضحني. اهلين بالشباب. مساء الخير. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يا اهلين بيه. يعني ضروري تضحك علي انت ورفقاتها؟ شو؟ لا يا رفيقي انا ضحكت عليه. يا الله انت مسخر. سامع يا بيه؟ سامع؟ ولا حبيب؟ نعم. ولا حبيب؟ انت بدك تحل على اخوك لبيه؟ انا بقى حلل عنه. حل عنه خلاص. لك حل عنه. ايه يا ابني انا مش هدي. خلص عم بمزح معها. هدي مش على بالي. اشرب امي؟ ايه. ما بدي يا عمو. اشربي انت. اشربي. اشرب. هلا اشربنا بالقهوة. ايه ان شاء الله الفنا. كيف كان مشواركم؟ تمام يا ابي ماشي الحال رواق. ايه. شلونكم مروي؟ ماشي الحال. كيفك لبيب مني؟ الحمد لله يا ابي الحمد لله. كيف شغلك؟ لا لا عشان شوي. شلون علاقتك مع معلمك؟ لك هلا انتبه لعندي. نام الولد. ايه يا ابي ايه صار. شلون علاقتك مع معلمك؟ ماشي الحال يا ابي. مثل ما بيقول لك اشتغل. ها؟ والله حديث ما تفجلني مرة ثانية. ايه يا ابي. ايه تمام. يعني ما بيجوا ليصفوا السعر عن نقطة. بيجي لهون دبلة. شلون مع الشغل الجديد لبي؟ والله ما في أحلى من هيك يا ابي. منيح. هيك بدي اياكم. برافو عليك. ايه هيك بدي اياكم. لك لك ابني الله وكيلك. الواحد ما بيحس بقرشه غير من تعبه. مزبوط جي. وخاصة اخوك حبيب. حبيب! فايقيه فايقيه. فايقيه لحبيبي. شو بنا؟ ايه يا حديث جوزك يا امو والله بنعايس. ايه بنعايس. شفنا 17 مرة. بنعايس. والله يا امو بنعايس. سمعت يا بنعايس. طيب اسمعوا اسمعوا شوفوا شو بدي لكم. اسمعوا. يلا يا ابي. لا تنام. لك ابني هلا نحن عم نفكر بصراحة انه انت واخوك لبيب بعد ما هيك صرتوا مناح وبعد ما شفتكم هيك قد حالكم انه نجوزكم. لا ايه راحت النحوسه. نجوزكم. ايه لك نجوزنا. ايه لبيب نجوزك انت واخوك حبيب. ايه وعرسكم واحد. هي شو رايكم؟ مرة واحدة؟ لا لك لا يا ابني شو مرة واحدة؟ لا ما بتجي مرة واحدة. لك لا كل واحد عروس. كل واحد لحاله؟ كل واحد عروس لك موافق. والله ما قالها لبيبي. ايه 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 لك يا ابني لأنه الإنسان ما بصير رجال ويعتمد على حاله غير إذا ما تجوز وعزم المسؤولية. طبعا. لكن يا ابني الجازة هي نص الدين. لكن وأنتوا خلاص وصلتوا لمرحلة لازم تكملوا نص دينكم وتتجوزوا وتعتمدوا على حالكم والأمور كلها محلولة. درسناها أنا وأمك بحبيب. درسنا الموضوع كله. خلاص تتجوزوا هون بالبيت ونحن كل الأمور درسناها ودارسينها تمام. عمرت مينا خلاص. لكن ايه الحمد لله. بقى شو قولكم شو شلون جاهزيتكم؟ ان شاء الله اموركم تمام انت واخوك. يلا فورا يا ابي. جاهزين؟ جاهزين يا ابي. شلونكم مع يلا جاهزين يا ابي والله العظيم جاهزين. جاهزين قوموا يا ابي قوموا. يلا قوموا يلا. نتجوز يا ابي. لك شو قوموا ما قوموا؟ لك شو قوموا ما قوموا؟ لك يا ابني لك يا ابني هذا عرس يعني ايه يا ابي عروس وعرس وقتها لا اشغل التربك بالعرس. ايوه وقتها مو كل يوم صار يعني بالطباله. ماشي يا ابي طوشت. سالي هلا وركز لي بموضوع العرس انت واخوك. ماشي يا ابي ماشي. لبيب عروس. عروس؟ ايه يا ولف لي عروسه. ايه امي لف لك. لا مو عروس. انتبه انتبه. ايه ايه يا ابني انت هلا يعني نحن شلون بدي اشرح له اياه؟ بدنا نجوز بدنا نفرح فيك ماما. بدي اياك تتجوز وتفرح وان شاء الله كمان تبني عيله لك يا ابني ونفرح باولادكم واولاد اولادكم لك يا ابني. انا مين اللي سمعونا سمعونا شوي. شو؟ لا تقولي لي اختي. لا حول ولا قوة. اهلين ايمانو. بعدين معي ايمانو. اي والله اسمعك. اي خلص. عادي انا وابو لبيب وعم نبشر الشباب انه راح نجوزهم. ايه ان شاء الله بتفرحي باللي عندك كمان. كانوا بالسهره. ايه هلا اجوا دبلان العينتين حبيب عم يشخروا على جنبي.
قوم 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 بس بيجامتك ونام. قوم يلا قوم. اجي العروس؟ لا ما اجي. خلص. ايه ماشي حبيبتي انا فيك خلص ولا يهمك. ما نموس؟ لا لك شوفي صغر حبيب عم يتسطح بالحضن يقبر قلبي. ماشي ماشي يا عمري يلا يلا الله معي. قوم لا قوم حبيب. قوم امي قوم حبيب. خلص يا امو خلص جيبي لي. لك قوم بدنا نحكي كثير. قوم بدنا نحكي عن امور العرس وعن ترتيبات العرس. يعني جيب لك حرام. لك ما حدا سالنا مين العروس. لا جيبي لي حرام وغطيني وانا كيف بدنا. لا قوة الا بالله. كيف بدنا نام بالغرفة انت نايم على حضني؟ يا امو خلص. حبيب خلص نحكي له بعدين. شو بقى لبي؟ ايه انا جاهز يا بي انا جاهز. يعني خلص. ايه عجبتك الفكرة؟ ايه والله حبيتها للفكرة؟ حبيتها ايه والله. والله انا شايفته راكز اكثر من حبيب. ايه والله حبيب نام باين مو عاجبته القصة. خلص خلينا نخطب للبيب لحاله. لساته صغير يا يامو. رضعي يامو رضعي. نام نام خلص. ايه شلون مثل الولد الصغير. معناتها خلينا نخطب له للبيب بس. غير من قلبي غير. بنعملها. ما نام ما نام. بنعملها حبيب. يامو والله العظيم طوشتوا راسنا. ما يعني تفاجأنا من اربع خمس مشاهد انكم بدكم تخطبوا لنا. لا نرد نتفاجأ لك يا مو. خلصينا بقى يا مو. لا لا عم يحكوا ما بيخلص. عم يحكوا مضبوط يا ابي. بس مو يعني انك تنام. تفاجأ على الخفيف. ايه خد لك. سمعت شو قال ابوك امي؟ ايه خلاص يا مو فهمنا. يعني يا بي قديش بتضل بترغي بالقصة انت كمان؟ فهمنا بدك تجوزنا وتفاجأنا وسايرناك الصبح وتفاجأنا وردينا هلا سايرناك وتفاجأنا. ايه خلصنا يا بي شلون بدنا نتجوز؟ ما لنا المصاري. فهمين فهمين لحبيب شو يعني زواج؟ ايه بيفهم يعبر قلبي رجال ومعبي هدومه مو هيك تقبرني؟ ما بيتجوز الواحد بيصير هيك معتمد على حاله وفاتح بيت وعنده مرة وبيجيب لنا هيك بيعبي لنا البيت كله صبيان وبنات واهله بيفرحوا فيه. مزبوط ما بيضل هيك بيقعد على الطبلة. شو اسمها الطبلة؟ طبلة طبلة. لك جاهلين شو بدي احكي معكم جهل. طيب هلا متجوز لبيب اتركوا. ايه متجوزوا لبيب اتركوني. لانه اصلا انا شكلي جايبيني من قدام باب البيت وكبرت ولقيتوني هيك ماني ابنكم. انا انت ما عم تستوعبنا ولادك فرحان. منيح يا مو. ايه منيح لك ابني. ابني نحن خلاص مثل ما عم بقول لك اهم شيء تراعوا قصه انه الزواج مسؤوليه لك طبعا بدك تجيب بنت العالم والناس بدك تلبسها وتدفيها وتداويها وتجيب لها اكل وتشبعها مو لا لا مو لا يا مو لا بدي اجيب بنت العالم والناس عشان البسها. انا بعرف الزواج غير هيك. شلون بتعرف الزواج؟ يعني مو تلبيس يا مو يعني محطورة يا مو بعدين نحكي. تجيك بأواعي أهلها وجاري الغزاني معها ما؟ ما بعرف يا مو بس ما بعرف إنه أنا بلبسها أنا يعني محطورة. والله يا ابني الزواج بده هز كتاب. ما؟ إيه هز كتاب. إيه مو هيك يا ابني هز كتاب. يا ابني أنت وأخوك لبيب خلص نحن مثل ما قلنا لكم حلينا موضوع السكن. السكن تقعدوا هون عنا بالبيت وهذا الامر درسناه منيح انا وامك. ايه يعني شدوا لي الهمه وها ما هي الا فتره صغيره وان شاء الله بنحدد موعد العرس. الله يخلي لنا اياك ويمد بعمره. الله يخلي لنا اياك ويمد بعمره. يلي ما عنده اب شو بيساوي بحاله؟ يلي ما عنده اب شو بيساوي بحاله؟ ايوه الله يرضى عليك. الله يسلمك يا حبيب. الله يرضى عليك يا ربي. اهلين يا ابي. وانت كمان الحكي مو بس لاخوك كمان الحكي لك. يا ابي انا جاهز كل شيء بتقوله انا جاهز. الله يرضى عليك. اي الله يرضى عليك يا ابي. بنجيب بنت الناس ومنطعميها وندير بالنا عليها وندير بالنا عليها ونلبسها ولك ونلبسها ولك ونكون قد المسؤوليه نكون قد المسؤوليه ونحميها ما تضحك الناس علينا وما تضحك الناس علينا وكل شيء يعني. بس يا مو يعني والله في شغله انا ما فهمتها يعني انا ومرتي بدنا ننام على الكنبايه ولبيب ومرته بدنا ينام على الكنبايه الثانيه. احكي له. لا هذا الموضوع نحن اخذنا فيه قرار وعرفنا شلون بدنا نظبطه. ممكن تشرح لنا يا بي؟ ابني شغله بسيطه. طب احكي يا بي. بقى غرفه نوم وحده. ايه يعني القصه خلص بالتساوي. انت وامي وين بدك تروح؟ وين بدك تناموا؟ نحن كمان نطلع
ونستأجر برا البيت. الله معكم يا ريت. يعني البيت بيضل إلك ولقلبك وإلك ولقلبك. إيه. هالغرفة والصالون بتساعكم أنتوا الاثنين. خير. يوم بتنام أنت ومرتك هون. إيه. هو بينام جوا. إيه ما بتعرف تطلعوا. ثاني يوم بالعكس. يعني إيه ما بتعرف تطلعوا. لقيتوا بيت إن شاء الله؟ خلص محلولة. إن شاء الله. إيه وجازتكم مع بعض. إن شاء الله يا رب. إيه يا حبيبي. كل شيء هلا نحن فهمناه. حلو. بس صفا شغلة صغيرة يا حبيبي. بدي اسألك عليها، يعني هلا نحن كيف يعني بدنا نتجوز؟ يعني شو هو الجواز؟ ايه خليني اعمل عافية. لك ليش هيك بتضل قالب خلقتك انت؟ هاي تم التقاط الصورة بنجاح؟ بري عليكي، فعلا انت بنشد فيك الظهر، مو مثل بعض جماعة. وهلا شو بدنا نساوي؟ ها أنا بقلكم شو بدنا نساوي. بما إنه أنت حدا ما بيفهم وسائل وغليظ ومو سائل عشي ولا بتفهم بالتكنولوجيا ولا بتفهم بشيء اسمه واتساب ولا وسائل تواصل اجتماعي، فبدنا نفعل الواتساب على جهازك تمام؟ وبنبعث الصورة لزوجها للمديرة وبنستنى الرد لحتى نشوف فيلم اكشن. هات الموبايل لقلع شو بدي ساوي في ايه وشك نظر. او ماي جاد انتي بعطيلي الصورة تعال تفرج شو بدي يعني. مليت من الشغل يا افتح فيس احسن الشيء. تقبش قلب اختك حبيب قلبي يا ببص يا عمري شو نحفان طاير نصه هالصبي ما عم ياكل ما عم يتغذى ليك ليك هالدرسانه منزله صورتها على فيسبوك طالع حلوه كمان لك شو هان لك الله لا يوفقكم منزلين صورتي على موقع الشركه انا وعارف لك الله لا يوفقكم لك فضحتوني يا ربي يا ربي يا ربي شو اعمل بسيطه يا شادي بسيطه يا ليس يا مقوصه يا رولا انا بربيكم الله لا يوفقكم فضحتوني يا يما شلون اقول له شلون اقول له والله انقلت له والله انقلت له لا يعلق مش نكتي والله والله لا يقول للمدام والله المدام لا مو خشتي مو خشتي يعلق ايه كده يا يما شلون ارد اقول له شلون ارد اقول له شلون ارد اقول له ليش استرشد؟ ليش استرشد؟ أنا مش طمني. صلحت المولدة؟ شو معك؟ لا. شلون لا يعني؟ يا استرشد. شلون لا؟ أنت واحد مغجل. اسمعني استرشد أرجوك بس اسمعني وخذ خلينا نتبادل وجهات النظر. ما راح أتبادل معك شيء. المولدة بدها تتصلح. طيب يعني أنا راح أجيب تلفزيون. ليش هيك شكلك؟ هاي زلمة لك عم تصلح شو صاير معك شو هاد؟ أنا جبت الزلمة ليصلح لي المولدة ونقول ونقول هذا عطلان قلنا له اتصلت وانا ما بقعد استنى اتصل فك ما ادري شغله هذا قدامه يقول لي امسك بمسك انت بساعده امسك ايه غلط بعد شوي امسك هاي بعد ناولني هاي بعدين جيب من هي بعدين كل شوي عر الماخوذ هذا شو اسمه يا ملك عر يقول لي عر وانت تعمل صلك عضلات ولا عضلات ايش والله ما عندي ملك وين اوه صلك عضلات عضلات منو واقول لك ملك مين بالهي المهم وكل شوي عرا ما ادري شنو ما ادري شنو وانا قاعد اسحب وشوي ناولني البركه هذا البطيخ كربلادور ويمسك معاي ويشد براغي وما ادري شنو شيء شغله اخرى بوجي لا لا برشاخه شراء اي هاي هاي اول ما ادري شنو اشفط اشفط انفط بلعت نص البنزين اللي جبته حرقونه من ريحه الكحول شكيت فيك كل شربان شيء مو نص الصبح انت بعثتني على الكازيه رحت يهلكت هلكت مثل كول دفر
مصادر خبطت واحد بالبيدون على راسه وكنت راح افشخه. فهمت علي؟ تعجبت كم لتر شو اسمه هذا المأخوذ البنزين عبالي كل شوي اشفط 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 بلعت من امي نصهم بلعت من امي وشيل وحط وعر اكثر من ساعه ونص. طيب ما اختلفنا ايديك وسخات هيك لانه عم تساعد وشك شو له علاقه؟ عم تاخذ بوشك انت؟ لك وشك ملان ملان سواد وشك اي مو قاعد امسح وجهي عرق منظرك طالع بضحك عرق عرق عرقت شو بدي اسوي؟ المهم وما ادري شنو بلا اخر من يقول ترى ما تصلح هو هو قال شو قال؟ يقول ما تصلح يعني ونحن شو زلمنا نقعد على عتمه؟ هلا الحمد لله جاي الكهرباء ما بتحس الا انطفت؟ اي طيب ليش لا تنطفي الكهرباء؟ تقنين طيب يعني والله العظيم يعني ضروري كيف الكهرباء يكون في تقنين بس هلا هسا الكهرباء شو كثر قاعد تقطع؟ هلا قد ايه عم تقطع؟ تقطع اربع ساعات بيجي ساعتين بس هلا في تقنين كثير ظريف. استاذ شادي ممكن سؤال؟ تفضل. يعني ساعتين يوم تكون الكهرباء مقطوعه المأخوذة جوا هذا اللي يسوي زز قال له الجهاز هيك بتكبس مثل تبع المكيف ايه ما يشتغل يوم تكون مقطوع الكهرباء؟ لا ما يشتغل. بعدين انت شو بدك؟ لا ابدا ابدا بس شو غير المكيف؟ لا انت مو قلت لي هذا ما عندي ايدي عليه ما عندي ايدي عليه. لا انا ما اعرف شو يسوي هذا التلفزيون يعني؟ عم شغل مكيف؟ لا مو ما اشغله انت مو قلت لي لا تشغله؟ قلت لي انت صحيح شو بتعرف عن المكيف؟ لا شوف عم شغله شو بتعرف انت؟ ما في شيء اون او اوف ايه شو بيعملوا؟ انت مو قلت لي هذا زر الاون وهذا زر الاوف؟ طيب صحيح غليت طول الليل اون او اون او اون او بس يسمع تيك تيك ليش منين تطلع؟ عم تشغله معنا انت شنو شغله؟ عم تلبس اون او اوف؟ ايه ماسك الجو عم تطلع تيك؟ تحفظ هي اون او عم اقول المكيف ليش بطل يشتغل؟ عم يخرب المكيف من وراك انت عم يخرب عم تخربه لا ما عندي ايدي عليه لا عتمد ايدك ما عندي ايدي عليه انبسط ايه هلا في تقنين جديد والله؟ اي والله شو كثر؟ اسمع إيه؟ هذا التقنين الجديد قريبا إيه؟ كل 24 ساعة ايوه رح تجي الكهرباء 10 دقائق ايوه شو كثر؟ رح تجي 10 دقائق كلش كثر؟ كل 24 ساعة 10 دقائق يعني كل النهار كل يوم 10 دقائق ايه اليوم هيك رح يطبق؟ لا لسه لبكره يلا من بداية الأسبوع تلحق اليوم نشغل السخان معنا مشان شو السخان؟ أرضى بس بس مشان تغسل؟ ترى شنو؟ ما بعرف مشان شو يعني تبدك تسخن؟ بدي اشعل السخان تبع المي مشان اغسل. ها وهذا المأخوذ على قولتك الى ويلك تشغله ما عندي شغله بس يا استاذ شادي اسالك سؤال تفضل ليش كل هالتقانين هاي؟ طيب شو بدنا نعمل لك يا ابو شطر؟ ليش يقطعون عنا الكهرباء؟ بيقوموا شركين الكهرباء كل ما بيصلحوا الكهرباء بيرجعوا بيعطلوا لنا اياها هذولي يضربون عليهم ايه انا سمعت بالاخبار قالوا انه يضربون محطة الحرارية طيب اريد اعرف اني يعني اشكار محطات الكهرباء انتوا اثنين متكاملين بين بعض ليش تضربون محطات الكهرباء يعني ساعتين منهم قاعد ياكل هواء ويتحمم من مي باردة يعني والله زنطرنا ليش تضربون محطات الكهرباء؟ ايه طيب بدك تسألهم لهذولي يعني نحن حرام شركة الكهرباء كل ما بيضربوها بيطلعوا وبيخاطروا بموظفين الشركة أنا بعرف جوز عمتي موظف شركة الكهرباء إيه؟ قال لي لما بنطلع بدنا نصلح المحطة الحرارية بيصير ضرب علينا بيضربوا عليهم قذائف شو ذنبهم هدول؟ بيضربوا 100 قصة والله العظيم معهم موظف مات ضربوا عليهم مات طيب هذا شو ذنب عيلته؟ طالع يصلح المحطة الحرارية لهالعالم ببيوتها مشان تجيهم الكهرباء بيقوم بيموت مات هو قاعد يصلح الكهرباء هو عم يصلح الكهرباء مات لو جوز عمتي كان جنبه لو ما هي هيك القذيفة شو رح كان قتلته لجوز يا حرام والله العظيم زعلتني لونك انت رايح انت؟ اقصد يعني لونك انت يعني قايل لهم لا يروحون تا ما يعني بالي الكهرباء يعني تفجرهم ايه بقى هي قصة الكهرباء بس هلا في موضة جديدة نازلة شنو هي؟ قطع المياه شنو؟ قطع المياه يعني يقطعون المي ايه يعني ما في كهرباء ولا في مي ما في لا كهرباء ولا مي نتيمم تيمم احنا يوم هلا قريبا رح تلاقي مي فجهزوا عبوا ايه عم بخذوا احتياطاتكم بس ما في حركه جديده لما التراب زاد تمام نقدر حتى نتيمنا لا بس يعني هسه شلون اصلي يعني اذا ما في مي شلون اصلي بدنا نعبي سوتيرات تدفع حقه المصاري سوتيرات سوتير شنو هي سوتير شنو هي سوتير خزان هذا كلمه قليله ادب لا خزان كلمه قليله ادب ضحك على ما ينحشوا معي كلام قليل ادب لك او شطر انا بحكي معك هيك شيء مو تستغل اني انا ما عندي ثقافه وتقعد تستخدم لي الفاظ قليله لا ابو شطر بفهمك شو يعني خزان
خزان اي خزان كبير اسمه سوتير. انتو تسمونه سوتير؟ اي انت شو تسمونه؟ صبري ها؟ شو تسمونه؟ احنا ما عندنا خزانة، نشرب من الجب، نحفر جب، نشرب من الجب. من النبعة؟ لا مو النبعة، الجب الجب، قلب كل بيت نحفر جب. ايه ايوه وندندل بيعجي ويغيص. هذا الجب مثل اللي بنشوفه مسلسلات؟ ما اعرف انتو شو تشوفون، ما اعرف. هيك شغلة هيك بينزلوا السطل. ايوه بيرفعوا السطل بالحفرة فيه مي. ايوه ونعبي الحب. شو حب؟ الحب حب المي. ما نعرف حب المي؟ السطل. لا 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 حب حب، هذا حب يجي هيك يجي سطل كبير. لا لا فخار هذا يجي. ها تبع ولا بقول لك اذا قد بقول لك ها ما ولا كبير كبير نعبيه هيك. ايه نحط فوقها كار. شو يعني كار؟ كار يعني هذا اللي تشربون به مثل 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 الكاسة بس لها هيك قنبيزة بافون. كار بافون عرفت شلون؟ كار البافون نشرب مي. والله العظيم لا تقول لي مية الحنفية ولا تقول لي مية الخناني. اسمع مالك ملوصة هاي المي؟ شو تتلور؟ والله العظيم اقسم بالله ما تلاقي بيها الدودة. لك بدي افهمك سؤال. ايه انتوا ليش ما بصير معكم الامراض؟ احنا لانه عايشين بطيبة قلب. ليك الله يحمينا. شو دخل؟ تعرف لو قتل المدن، لو قتل المدن مثلنا والله ما يصير عليهم زين. ليش دخل طيبة القلب؟ طيبة القلب يوم يكون قلبك طيب الله يوقف معك. صدقني والله العظيم، تعرف لو عندك قلبك طيب ما تقطع الكهرباء عندك. ايه ايه اقول لك ليه؟ تعرف هذا اللي مو سيارة سوداء اللي باول الشارع؟ ايه ما تقطع عنده الكهرباء. ليه؟ قلبه طيب، كل ما حد يعطيني 50 مرة. لك ما قلبه طيب، هذا مشغل مولد دائما. شنو؟ مشغل دائما مولد. شو مالها الصوت؟ مو مثل ما مولدتنا. الا كاتم، الا كاتم. الله. ايه. انا فكر اقول يا الله من طيبة قلبه وادعي له واقول يا لا انا طلبت دوم على جو على طول جاي. لا لا تدعي له، لا تدعي له. راح بجيب البنزين تبع المولد سرقه. الله ياخذه. الله يحرق، الله يحرق مولدته. بس عم يعطيك 50 ليره كل يوم. الله يخليك. بس هي 50 مال حرام صفي. الله يا حيرني هجي علي الذي يا رب خلي الخمسينات تبعه وخذه. بس خمسينات حلال. اخرب بيته، بس الخمسينات الحلال. اي. وخليه ينقي من المصاري بجيبه ال 75 ورقه او ال 100 ورقه اللي بجيبه ينطيني ال 50 الحلال. ويخلي الحال الخمسين على الحرام يروح على البيت يلاقي المولده مهروقه. بتعرف بتعرف انتوا ليش ما بصير معكم الامراض بالقريه؟ ليش؟ انه عندكم مناعه. شنو؟ عندكم مناعه. احنا ما نجيب سيرتها مسؤول اذا سمحت. مناعه بنت عمي لا تجيب سيرتها لابوك قسما بالله العظيم اقتلك واحط القندره والكلاش على راسك يا ولد. روي روي. ايش عرفك بنت عمي يا ولد؟ روي روي. ايش عرفك بيها؟ لك مناعه مناعه مناعه. ايه مناعه بنت عمي شو فيها؟ مو بنت عمك. داري. مناعه هذا واحد لما اللي ما بصير معه امراض بيكون عنده مناعه على الامراض، يعني المرض ما بيجي لعنده. ليش؟ لانه هو بيكون دائما بياكل الاكل منيح كذا فعنده مناعه هيك. اه وسختني. يعني هذا معنى اسمها؟ لك لا ايه مو معنى اسمها، هذيك مناعة. ايه مناعه هي هي اسمها تمنع. هي اسمها مناعه. يعني المهم المهم لا تجيب سيرتها حتى لو ايه بس ما حد اسمع اسم بنت عمي جيب. مناعه منيحه. لا تجيب سيرتها حتى المناعه عن الامراض يعني معلش قول شو اسمها هاي الوقايه 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 هذه المناعه. هلا لا تغير لي الحديث. ايش تريد؟ وفهمني شو صار بالمولده. والله يا صديقي العزيز المولده يعني ثبت علميا نزل رجلك. قدام امزح معك والله ابدا طيب خاطرك يعني ترى تحصل اضربني ضحك ضرب ما خرج ضحك ولا تقول للمدام والله ما قلت للمدام لا يا لا اضطرني اضطرني برا اضطرني برا. عارف انا اسالك المدام شنو بدك تسوي؟ اعرف والله تاتشيني وجيت وشوف هالشلاطه طالع عندي. تعرف ابنك من وين بدك تزته؟ من هو؟ ابنك ابنك شطار؟ جمل بدك تزته من الشباك. لا والله من الشباك؟ ايه ويلعب بالحديقه قدام الباب؟ لك ما راح يلحق يلعب يموت يصحي. والله احنا بطاطا فوق يا الله الفوابط هاي دول تخربطني. انا كل مره تعرف هذيك النوبه قاعد احكي انا والولاد قام ما ادري ايش مسك شغله وزت من الشباك. شو فكرت انا؟ فكرت حالي بجري شطر عم وراها انا صرت احسب يا يما اي لحقتني اختكم شطر والله العظيم ذكرتني من البطلونيه وشدتني ولا كان تخيل اني ما يطلعني وين فوق المولده. المولده شو صار فيها؟ المولده يعني المولده ما راح تصلح؟ اذن ما قال ما تتصلح. قلت له انا قال تعال شوف انا بدي اياها تتصلح. خلص بعملها موبايلي. وينه؟ تركه جوا. اي اه. ضل بالي اليوم اخذ موبايلي. انا ما اخذ موبايلي، ما اعرف هذا ما اخذه شلون تحط موبايلي اصلا. المهم يعني هسه اروح لعند زلمه ولا اشوف زلمه اخر. ما دخلني، بدك تصلح لمولده.
لا حول ولا قوة. صلحة بإيدك أنت. هاي لا بأمانة. لك يا أبو شفا. ما عندنا من إحنا بالجوزي ما عندنا، إحنا أصلاً ما عندنا كهرباء، ما عندنا كهرباء، الكهرباء نحطها بس وين؟ وقت يكون عندنا عرس. لك يا أبو شفا. لك يا حبيبي، إذا ما صلحت المولدة، كيف بدنا نقعد نحن؟ كيف بدنا نشغل الكمبيوترات؟ ما بكفي الكمبيوترات عاطلة وما بتشتغل؟ كمان أنت بتجي المولدة ما بتصلحها؟ كيف بدي أشحن موبايلي؟ شلون بدي اشحن موبايلي؟ كله الا الماخول. ما اسمه ماخول. اتاري. اتاري شنو؟ اتاري ترى العاب حبيبي، هذا موبايل بقول الو بيحكي. ايه المهم. لك انت امتى بدك تشتري لك موبايل؟ يا انا التليفون الجوا ما قاعد ادق بي الا ب 100 كاويلا. تعرف اتم عليك. تجيب موبايل؟ ايوه. مرة موبايلك هذا والله العظيم قعدت معاي ثلاث ربع ساعة اجرب بيه واجرب. ايوه. ما ادري شنو وما ينطيني الا احلف احلف، وانا اقول له احلف احلف. انت يلي ضربت لي الجهاز وحذفت لي كل الصور اللي فيه. اي اسمعني خليني اشرح لك. اسمعني، هو يقول لي هل تريد مسح الجهاز؟ انا قريتها، هل تريد مسح الجهاز؟ اقعد اسوي هيك. عرفت شلون؟ انا بيقول لي تم المسح بنجاح، تم المسح بنجاح، يحس حاله يوم ينظر. يا حمار. هذا تاتش؟ ايه. هذا تاتش؟ ايه. شنو؟ تاتش. منو؟ لك الموبايل تاتش حبيبي. شو يعني بيشتغل؟ وحيد اهله؟ لك لا يا حبيبي بيشتغل على اللمس. شلون يعني يشتغل على اللمس؟ يعني ما له زرار. ايه انا ادور على زرارات، قلت له استاذ هذا هيك بدل منه هيك. ايه هيك. ايه اصبعك، فانت لما عم تمسحه حطيت له نعم ومسحت لي كل شيء بالجهاز. وانا عم بقول مين طلعت انت يا واطي؟ اي انا مسحت لك الجهاز، عيب يعني؟ لك ما مسحته يعني نظفته. داري. ما مسحت كل شيء جواته. انا ما كنت على جواته، انا بس هيك من برا على هاي الشيء المطلوب. يا الله اصعب شيء تفهيم اللي ما بيفهم. طبعا اعطيني وحده 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 يعني. لك حبيبي ايه الجهاز الموبايل إيه؟ فيه اسماء، فيه رسائل، فيه صور. اسماء قاعده جوا؟ اسماء الموظف اللي عندنا قاعده جوا الموبايل؟ لك لا يا حبيبي ما يسمع. ارقام يعني ارقام. ايه ايه قاعد جوا، في ارقام قاعدين جوا الموبايل، قاعدين صور جوا الموبايل، قاعدين بقصة. انت مسحت لي اياه. كل انت تحط تجيب الصورة وتحطها قبل الموبايل؟ جيب كل شيء وحطه جوا الموبايل. والله العظيم؟ ايه. وانا مسحتهن؟ ايش مين؟ ايش مين؟ على فكرة اقول لك شغلة ما تزعل، انا مرة يعني كنت مفوت لك القهوة، كانت عندك الصبية هاي الموظفة الجديدة رولا. ايه يعني وشفت صورة من حلوة عندك على الجهاز. على موبايلي؟ ايه انت يوم جيت تشوف الصور. انا اسف بس ما حد لمح يعني صورة. لك شيلي من الحديث. المولدة امتى راح تتصلح؟ هسه راح اروح اعزمها واقول له صلحها بطريقة. هو يقول بدها تتصلح مدري سماها شغلات هيك، قال هذا نقدر يعني اجنبيات ما في. بتعرف؟ اي بدك تروح لعنده ومعك ساعة بدك ترد لي جواب شو صار معك. اقول له جيبهم؟ جيبهم يعني. ايه جيبهم. هي شغلات قال هيك شو اسمه الرندن ديريات. لا 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 شغلة هيك التفجير قال، قال هي المسؤولة عن التفجير. بنزين؟ لا لا هيك قال لي شوفني وحدة من هيك. خلص خلي يجيبه، إذا بتتصلح خلي يجيبه. أي جيب. أي جيب. يلا ديرو. ريتشي. سلامتك. يا. إيه حبيبتي، هدول الرجال كلهم هيك ما بينعطوا وجه وبدهم دعس كمان. إيه. وينك؟ هون بالشركة. شادي وليس بيحبوني لك مايتين علي. بقول اخص هاد ليس مثل ما عم قلك، وانا ما بعطي وجه. ليش شو ليش تقبريني؟ اصلا انا بقناعتي كل الرجال خاين. ايه رولا اعطيني معاملة دياب شربيني ممكن؟ شادي مو شايفني عم بلعب التليفون؟ ما فيك تستنى؟ لا يا ستي مالي مضطر استنى، لانه حكيك مع رفقاتك ولعيك ومياستك معنا التليفون ماني اهم من الشغل. بعدين وينك؟ سكري سكري، هلا بيجي ليس وبيشوفك عم تحاكي حدا ويبطل يفكر يحبك. روحي حبيبتي بحاكيكي بعدين. شو قصتك شادي؟ ما كنت تعرف توطي صوتك؟ جرستني مع المخلوقه. وليش لوطي صوتي؟ وليش معصبك لهالقد؟ ما انت بتحبيه ورايتي، لازم تعلي صوتك وتكوني واثقه من نفسك تقولي له انا بحبك. يحبك برس انت وهو، ما عاد يحب حدا. منيح هيك؟ منيح هيك. هذه هذه معاملة. خذ، هي معاملة الدراب السخن. اي باخذها ليش ما اخذها؟ سلام. بس لو عارف، عارف منو هالطق اللي البرغي عند المدى. اني تبهدلني المدى.
معقول انتظر؟ لا انتظر ما بعد اقول اكل ولا شرب قبل ما تجلي بالليل. بعدين طيوبه ما تسوي ايدي ما تطقي لي البوكي. قالت بهدلنا المدام ويقول لي يا شحاطه. قال شحاطه والله ايش عليك؟ اخ بس لوني بجريه والله لوني بجريه ايش عليك؟ من هو؟ رولا؟ رولا طيوبه ما لها بس بدو قاعد يقول انه انا قاعد اجيب ناس ليجي. والله ما بغيرك ما بغيره هالاسود النحس شادي الله ياخذك بالوجه وجه البوجي هو طق لي وجهي. شطال اهلين استاذ شادي. اهلين 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 استاذ شادي. اهلا تفضل. اهلين استاذ شادي. هلا هلا والله هلا شلونك. هلا اهلا اهلا شلونك شخبارك شلونك والله توني بسيرتك اقول يا الله استاذ شادي شو ابن حلال ابن حلال مصفى ترى والله العظيم يعني والله لك انت بسيرتك. اي والله ما بي منك والله يا ما بي منك يعني. انا راسي يا ابو شطال. انا راسي انت وانا كمان بحبك يا ابو شطال. تحبك العافيه تحبك العافيه. انا بدي دجاجه حافيه. اي شلونك تمام ابو شطال؟ اي وين مرتك؟ ها؟ وين ام شطال؟ جوا نايمة. شو تريد؟ ام شطال؟ نايمة نايمة مرضانة اتركها شبيها. خلي تساوي لنا قهوة تساوي لنا شي شغلة. انا سوي خلينا نشوفها طيب. شو بنو؟ تساوي لنا قهوة. بي قهوة جاهزة ساعتين اصب لك. ساعتين رح اعمل لك. هسه اجيب لك فنجان قهوة جاهزة. ام شطال مرضانة؟ خلي لي تجي تقعد هون احسن من وشك النحس. وبعدين مع هالحالي وبعدين معك يا رولا هيك امتى بدك توافقي وتحبيني واخطبك ونتزوج؟ والله العظيم عم اشعل لك اصابعي العشرة شهور عم تقولي لي عتمه. لازم لاقي حل ما لي غير ابو جطل احكي له القصه بلكي بيلاقي لي حل وبيساعدني. ايه ابو جطل ابو الحلول. تفضل اشرب قهوة. لك انت العادة ما بتفهم ولا بعمرك رح تصير بني ادم. عليش هالحكي؟ لك عدى عليك واحد بيضيف ضيفه فنجان قهوة من دون طبق. لك انت غبي انت. ما عندي ما عندي ما عندي صحوناني ما عندي. وبعدين انا اشرب اصلا القهوة بكاسات بس اختك ام شطل شايل الكاسات ومدري وين حاطتهن. مين؟ اختك ام شطل. ايه شايل الكاسات. حبيبي طيب كاست مي ما عندك؟ ما عندي مي المي مقطوع. انت جايب لي اياه هيك؟ حاطط له سكر شيء؟ ايه انا بشرب الا حلوه. انا بشرب ولا سكر. ايه يا ابو جطل؟ ايه انت بتعرف معستك وغلاوتك عندي. ايه انا اللي عارف. انا اللي عارف انه انت اغلى شيء عندي هون بالشركه او بهالحياه، يعني انت صديقي الوحيد. ايه وبتعرف يا ابو جطل انه انا يوم ما بشوفك شو بحس؟ شو بتحس؟ بحس حالي حفيان. حفيان؟ قندرة لي لانه مو سعرك بسعره باذن الله. الله يعطيك العافيه. شطار؟ ايه لك هذا الدين خسديك قول. صايره معي قصه وبدي مساعدتك. عندك عند عيونك لح يا استاذ شادي. بس إيه؟ القصه خطيره كثير يا ابو جطل. لا يمو شنو؟ خطيره كثير القصة يا أبو شطل خطيرة. شي قولي شنو قولي ولا يهمك. أبو شطل معاك أكيد؟ إي معاك ولا يهمك. اسمع أنا بحب لرولا. مين رولا؟ لك رولا رولا الموظف الموظف اللي معي. إي إي رولا شبيها. أنا بحبها. تحب منو؟ بحب لرولا. إي شبيها رولا؟ ما بتحبني. انت بتحبها وهي ما تحبها؟ ايه. انشخم ابعد عنها. شو؟ واحدة ما تطيقك انشخم ابعد عنها. شو يعني انشخم؟ انشخم يعني اقفط حالك. ابتعد بعيدا. ايه ابتعد بعيدا هاي. ايه ما خرج انشخم. ليش؟ لانه بحبها انا رولا. تعرف شلون انت بتحبها لام جطل وهي بتكرهك؟ على ام جطل. قد ايه بتكرهك هي؟ بتسبك وبتضربك. ضربان ضربتها. وبتبزق عليك. انا بكبرك. نفس الشيء بكبرص. لا الي حل. هسه شنو الحل؟ ليش هي ما تحبك؟ شنو بيك شيء ما ينحب؟ انت كلك تنحب. انت
كومة محبة مجمعة بني آدم، يعني قربانها الخشة، قربانها البراقم تقول جمل، يعني قربانها السكسوكة. شنو يا لحية؟ والله العظيم يعني انت كلك على بعضك تنحب، ليش ما تحبك؟ يا سيدي انا بقول لك ليش ما تحبني؟ يقول هي بتحب واحد تاني عندنا بالشركة؟ لك مو بس واحد تاني، هي عندها مشكلة هالقصة، كل ما شافت شاب بتحبه إلا أنا. كل ما شافت شاب بتحبه؟ شاب بوجحش. عزك الله. إيه؟ إيه فما إيه؟ ما بتحبني؟ إيه طبعا ما تحبك. لك وهي يا أستاذ شادي اسمعني، طبعا بدها ما تحبك. ليه؟ يعني أنت قاعد تقولها كل ما شافت شاب تحبه. هي مين شايفتك؟ أنت منت مظهر إمكانياتك. لسه لحد الان انت مقموع داخل ذاتك، فهمان علي؟ عارفك انت ما تفهم بس يعني فهمتني؟ مقموع داخل ذاتك؟ انت لساتك يعني مثل شو اسمها هاي يطعون منها شو اسمها؟ هاي يغطسون يطلعون شو اسمها؟ شو اسمها؟ هذيك يا ولا شو اسمها اللي يطلعون من قلبها شو اسمها؟ هي يا ولا هاي اللي يغطسون هيك جوا المي ويجيبونها ويطلعونها ويسوون منها هيك اطواق اللولو. اي انت مثل اللولو جوا شو اسمها هذيك. ايوه من انت مطلع حالك، اطلع حالك، اظهر مواهبك، خلي الكل يعرفك على حقيقتك، لانه انت حقيقتك يعني مو بهرة، انت حقيقتك يعني فاحشة البهررة، يعني فاحشة البهررة؟ اي يعني بهررتها كثير. اي بس قول لي هسه انت منين بتتحب هذول؟ صار لك زمان يعني ما حكي. بصراحة يا ابو جطر اي انا من اول ما توظفت اولى بالشركة اي انا حبيتها. قلت لها؟ بصراحة اكثر؟ اي بيني وبينها؟ اي انا اللي وظفتها بالشركة. انت وظفت رولا؟ يعني بتعرفها؟ مثل ما انا وظفتك وظفت رولا. عن طريق غرايب؟ عن طريق خالي. ايوه فرولا. ايه انا بعرفها، تعرفت عليها على موقف باص. ايه كانت واقفة عم تستنى الباص، انا كنت معدي بسيارتي. ايه زمرت لها طلعي وصلك. ايه ما تطلع. طلعي وصلك ما تطلع. المهم ضليت الحقها يا معلم، عرفت وين بيتها وعرفت انه بدها توظف، وظفتها بالشركه. حلو. حبيتها. حلو. وما حبيتها يعني بدي اخطبها. حلو. بدي اساويها زوجتي على سنه الله ورسوله، يعني بدنا نتزوج، بدنا نجيب اولاد. يعني فايت الباب، فايت البيت من بابه. يا عيني يعني. زين. ايه وهي شو ليش ما تحبك يعني؟ هي قالت تعتبرني بصار اخوها. شو تريد احسن منك؟ بتعرف احنا عندنا يوم بجرية وحدة تقول لواحد انت مثل اخوي؟ يا يما يهلل ويغني ويرقصون ويسوون فراح، صار عنده اخت من غير عيلة والله العظيم، وعاد العيلتين يزورون بعضهم ويجيبون محلات والله العظيم وحلون بعضهم، ويعني وتصير اخته. زين اختك، خليها اختك. لا ما بدي، ما بدي اختي. تري لك يا اخي بدي احب انا بدي اتزوجها. ايه تريد تتزوجها. بتعرف شو بتقول لي؟ شو تقول لك؟ بتقول لي علاقتنا ايه حب من طرف ثالث. اه حب من طرف ثالث. طيب مين الطرف الثالث ما بنعرفه؟ لا لا عيدي شلون؟ شو تقول لك هي؟ بتقول لي علاقتنا يا شادي هي حب من طرف ثالث. حب من طرف ثالث؟ ايه مين الثالث؟ امها. انت مو رحت على البيت؟ ايه هي امها حبتك ورايتك وهي رح تنح لك. اسمع مني، روح اخطب امها. شو بدي اخطب امها؟ ابوها موجود؟ ابوها عايش؟ ابوها عايش. ما يمشي الحال. حواليك عروس؟ المنو؟ لأمها. لا من عروس لك انت؟ ايه والله ما عنزل، ما جوزك العنزل عندنا. ايه اقول يعني ما بي عندي والله، يعز علي عشان يعز علي يعني. انا إيه؟ مقهور يا ابو جطل، انا مقهور. لا اهدى ولا يهمك، اهدى ولا يهمك. انا يعني ضحك شكري، انا ساعدك. انا بدي انتحر. تنتحر؟ انا اذا ما حبتني هالانسان بدي انتحر. هي تريدني انحرك يعني؟ لك بدي انتحر يعني، بدي موت تنحرني هيك، بدي موت. إيه اذبحك؟ اسعد على البلوغه بذبحك. طيب عندك حل مشان تحبني؟ حل مشان تحبك؟ اي عندي حل. اخترتني بك وقتها. خلاص. إيه انا مزعوج وانت عم تطحن. عندي حل يخليك يعني، خليها هي تحبك ويخليك انت بنظرها يعني تقول جمل، يعني بهالبلاط ما عليك تقول جمل معدي قدامي ما تشوف غيرك. ايه شلون؟ نحن الصبح. الصبح ولا اقول لك بعد الظهر؟ فهمت علي؟ مو تتغدى انت ظهريات؟ ايه فهمت علي؟ بعد الغداء شو تسوي؟ شو اسوي؟ يعني شو تسوي انا شو اسوي؟ ايه بعد الغداء؟ ايه بشرب سيجاره وبتاسه شاي وبنام. تنام؟ ايه اجعلك ما تقوم. ايه اه يعني اسمع،
بعد ما تفيق بعد ما تفيق اتصل بيها وقولها المدام ها قال بدها تطردك من الشركه وتقطع لك كلمه. طيب شو بس تفيد؟ استنى الحني هي شو تقول؟ شو تقول؟ تقول تبكي يا وشغلي وحركات العجيه تبعت الايام. شو تقول انت تقولها؟ ولا يهمك انا اقنع لك المدام تخليك بالشركه. وهي تتذكر ان انت شغلتها وانت اللي خليتها وتحبك. شلون؟ ما راح نستفيد شيء. ليش؟ انا بقول لك ليش؟ قولي. لانه هي اذا المدام قالت لها بدي اقنعك من الشركه دي ما عندها مشكله. هي مستقلة يعني ما عندها مشكلة المهم ما تحبني. اي والله ما عندي حق. يعني اقول يعني لا هذا الوضع ما يستحب يعني. زو شو قلت لها؟ إيه؟ قلت لها راح اجيب لك بيت وفيلا ومزرعة وسيارة وراح اجيب لها موتور. منين لك كل هالشيء؟ انا مملي؟ بصراحة خالي ابو سلمى على راسي خالك ابو سلمى. قلت لها رح عيشك احلى عيشه، عم ايش قلنا؟ اصابع العشرة شموع بتقول لي هتمه. ايش تريد هي احسن من هيك؟ غبيه والله لو اني اني هي والله العظيم لا يعني ولا اشو يعني مدري شلون بس 10 اصابع شمع والله الشمعه 35 ورقه الساعتين اخر شيء 35 يعني 10 يعني 350 ورقه اي والله العظيم اجره يوم انطاره كامل اخذ 350 ورقه تعالها 10 اصابع جطل ايه لا لي عروس ما عاد بدي رولا انا ما عاد بدي اياها الاقي لك عروس اقول لك خذ ساميه ابن ارشيف صحيح احد هبله وسمى وسمينه بس والله العظيم انت وياها يعني تقول هيك يعني مثل شو اسمها يوم يذوقونا بالبطن لك شو ساميه يا زلمه بنطلع على اول 15 انا وهي صحيح انجطل وينه؟ ايش قالك انجطل؟ ايه عم اسالك وينه؟ نايمه قلنا لك